السلام عليكم يا جماعة. من دون مقدمات، امبارح انا صورت الكنافة بالليل ساعة السحور، خلاص. والكنافة دي عملت فيها مقلب، اولا خلتني ما اتصحرش. فطبعا النهاردة عندنا رايحين نصور القطايف الجميلة دي. شوفوا بقى، شوفوا بقى، وشوفوا بقى، شوفوا المنظر والجمال والاغراء. اسمه اغراء فعلا، هو اغراء صلى على النبي كده. فطبعا انا بقول لكم على المشكله اللي حصلت لي امبارح. فالنهارده انا قمت قايل لهم يا جماعه هاتوا لي طبق الفول الغلبان ده اهو بتاعي اهو اللي انا باكله كل يوم، وحته الجبنه والايه والبطين دولت المسلوقين دول اللي بتسحر بيهم، وطبق الايه الفول البلح اللي هو الخشاب باللبن ده. خلاص خلاص، بس انا بفهمكم يعني. وامي بعتت الجوافه دي، ربنا يخليها لي. المهم بقى برضو الفيديو اللي النهارده عاملينه عشان القطايف دي، القطايف دي عايز اكلمكم عنها. دي طبعا قطايف بالجبنه، بجبنه رومي وبجبنه ايه موزاريلا. شوفوا بقى الجبال يا جماعه، والله العظيم اللي ما يعمل القطايف بتاعتنا دي انا هزعل منه. انا مش هيدخل يشوف القطايف، يعني انا عايزك تقول لي وتحكم نفسك اهو بالشكل. شوف الشكل والمنظر ده، مش قادر اهو. بس دي بالجبنه بقى، ناخد بالجبنه النهارده الشباك المسكر، المسكر اهو بالفستق والحاجات اهو اهو تفرنج فين اهو. ده هسيبه بقى ان شاء الله من بعد الفطار بقى، في الوقت يبقى قدامي فسحه اخد راحتي واخد ايه حيثيات. اوحش حاجة ان حد يزعلك من كده ما يكون واحد حبيبك. واحد حبيبي النهارده زعلني، بس انا هعمل ايه؟ المهم ايه؟ انا عايز اقول لكم اهو دي الجبنة الرومي والشبن الموزاريلا ما حصلتش اها. جمال، وممكن ناخد معاها البيضة دي الجميلة دي اهي. أنا بسحور في ده النهاردة. ما تاكلوش سكريات كتير قريب من السحور. الساعة 12 توقف السكريات دي خالص. تبقى مش عارف إيه في ده، هو ده. هو الفول ده. والله دي نصيحة. أهو. وأنا بصراحة الجماعة أصحاب القناة اللي هم المسؤولين عن الحاجات دي بقى يضحكوا عليا. قال لهم يا جماعة هاكل زي المسكرات. قلت لهم نسيب حاجة ما نصورهاش، مش لازم نصورها عشان أنت ما بتتكلم عليها. الناس بتحب تتكلم، بتحب تتكلم على الوصفة من القناة. ماشي، وأنا بتسحر برضه يا جماعة عشان الساعة بقت حلوة. خلاص القطايف. وهنا بقى حاجه بقى كده اهي، دي برضه قطايف بالقشطه بالحاجات، ما اعرفش الحاجات هي فيها بقى في الفيديو اهي، بس ما مش هاكل منها برضه دلوقتي. دي تعمل لي منها، تعمل لي منها بكره بعد الفطار باذن الله. اذا عيش تعمل لي كوبي من دول، مفيش هيتوزع. لا لا، تعملي لي كوم من دول، انا والله نفسي فيهم، بس انا مش هدمر نفسي زي النهارده. النهارده اتدمرت، هتتوزع بقى النهارده، اتبهدلت. المره الجايه بقى انا هنعملها. خلاص يا حبيبي قلبي، انت اللي اميره بقى. مصطين الواحد يعمل يوم الحاجه حلوه مش عاجب برضه. طب بص، شكرا. شوف اللي بيجي على نفسك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شوفوا يا جماعة، والله ما أنا عارف مين اللي بيتكلم في الست. شوفوا يا جماعة، ودي الزبادي اللي إحنا بنعملها أهي، اللي أنا بوريها لكم قبل كده. من الصحة دي عبارة في السحور، دي مقدسة. وديت زبادي دايت
دايت دي ناس ايه كانوا شغالينها كده، وانا برضه بحب ادوق يعني ايه، بحب اكل دي واستطعم واغير اقول دي ان هي احسن من كده بتاع ناس، بس برضه مش حاجه ياما دي بقى برضه طيب دي ها صحور الفيديو ده بس صحور وعطايا ناس شوف والله خير ربنا كتير. شوف بقى كمان هنا كمان ايه الجبنه ديت، الجبنه دي اللي احنا بنعملها اللي انتوا شايفينها في الفيديو لازم دي يوم يوم نعملها. والله انا اتحدى يا جماعه، شوف كمان بس معموله الجبنه دي بتتعمل ب 50 طريقه، ب 50 طريقة بس يا ده اهو ده اللي سطرني ده اللي بيسترني والله في الصيام. الفول ده وبصراحة والبيض دي السحور وطبعا دي عشان نلحى وفي ناس هيموتوا هنا بقى ونطقت شكلها الله 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 ده برضه الحمد لله ما نحن برضه إنما في السحور نصيحة نيفو كله محدش بعد الساعة 12 ياكل أي حاجة مسكرة، لا الأسوس والحاجات دي طبعا دي حاجات تانية، ده الموضوع أنا بتكلم على القطايف والحاجات بتاعت رمضان. الواحد يوم جاي ناسي نفسه كده الساعة 12 وواكل نيجي ما يتصحاش، يحصل له إيه بقى؟ يفضل طول النهار العدادات اللي في المخ دي تحصل لها حاجة، مش هيحصل لها حاجة فعلا. صدقوني. وأكيد كلكم عارفين الموضوع ده. الموضوع محتاج كلام. بس تاني نفسي في واحدة زي دي مساعدة أبوك مساعدة دواعين أبوك، أنا نفسي فيه تاني أيام صغيرة عارف الكوش ده بزيق ليه. المهم إيه، المهم يا جماعة ده سحور سحور متأكد ولا سحور صح صحيح الفل الجوابة بتاعت أمي الله يخليها لي حبيبة قلبي يا ماما شكرا. مدلعة أوي يعني ما يستاهلش. ما بخير؟ أه دي بتاعت؟ عليك؟ عاوزة؟ شكرا عاوزة؟ لا خد وقت انا مش شايفه حق كوكو. في ناس هنا ده ممتاز. ايوه انا اللي عاملاها كده. يا جماعه قطايف النهارده والله العظيم ده اهي ما حصلت في التقه. شوف جمال اهو تمام اهو الله تاكل البقليه ولا تاكل التانيه اهو حاجه ثانيه. بس انا نفسي في واحده زي كده سفاري من النهارده البقليه التانيه دي مش هتعمل لك حاجه. المهم دي مش محتاجه يعني فزبادي وحاجات. لا بعد المغرب بيبقى في براح الواحد يشرب شاي اخضر. مش هتقعد لبكره. لا يمكن. حر انا مالي. دي حبيبة قلبي. المهم يا جماعه ما تقعديش قلبي. المهم يا جماعه انا عايز بس اقول لكم ايه حكايتي مع الصحاب بتاع امبارح دي بهدلتني بهدله والله. طول النهار انا قاعد اعمل كده اقول لي يا امي ايه اللي جاي ما انا ما خدتش الفول بتاعي. ما هو الفول ده ولا جبت البلح، البلح والتمر ده البلح باللبن ده من غير سكر بقى بيزغل سكر غباني اهو. انا على كده جبل بقى على بقى ابو علي من حمود حمود هو اللي غباني اهو والله كده. لا يا جماعة
ايوه كده يا جماعه، مش هتصور عليكم عشان اخد حريتي انا بقى في البتاع دي، بس انا ايه، انا هاخد واحده من دي، مش قادر مش قادر بجد، هاخد واحده من دي على يدك المصايب، يعني المصايب خايف عليا ايه ان انا اذبحها، بس انا كنت بقى الاول، كنت الاول بقى المفيد الفول والعجاب، ما هو انت بتاخد دي بتاخد دي، انت تاخد خمسه من دي وما تاخدش واحده من دي، دي تتاكل ان شاء الله بكره بعد صلاه العشاء، تصلي العشاء والتراويح وتقوم واكل دي، انما تاكلها الوقت انا قاعد بصراحه بفكر، يعني بفكر وبقول لكم اشوفكم بخير واشوفكم بصحه وربنا. انا ما بحبش الناس البخله، يعني في واحد مثلا تيجي تاخد منه قطمه عيش كده يقعد ما يبقاش بسامحتك فيه، هتعمل له ايه؟ ممكن تكون انت اللي جايبها له قبل كده، خلاص؟ وطبعا البخيل ده غلبان، ممكن تكتب على جد محمد قبل كده راجل كريم، اشوفكم على خير، دعمونا يا جماعه، اشوفكم في القناه اللي مشيتوا في القناه، انا هدوق المسكره دي دلوقتي بعد ما اقفل الفيديو لان عشان ايه؟ انا هحرق معاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف الكرسي ده زائد ايه؟ ده انت رزق. والله العظيم رزق. يا نهار ابيض. والله العظيم اللي يشتري القطار ده بحرام عليه. يا جماعة أفطار جميل، هل أنتوا فاكرين لسه؟ السلام عليكم، خلاص بقى شايف.